السلام عليكم ورحمة الله. سلحفاة شجاعة تواجه الأسود وتجبرها على التراجع والابتعاد عن مناطق نفوذها. السلاحف من بين أكثر الكائنات الحية شهرة على وجه الأرض. بشكل عام لا تعتبر السلاحف خطرة، لكن سلحفاء الماء هي شائعة ومزاجها سيء بعض الشيء، يمكنها تقديم لدغات سيئة إذا اضطرت لذلك. ومع ذلك حتى السلاحف تفضل التراجع إلى المياه بدلا من المواجهة. لكن بشكل عام يرجع تغيير طبيعة السلاحف إلى نقص الفرائس في بيئتها. تميل السلاحف الآن إلى أن تكون هي الأكثر عدوانية بالنسبة للحيوانات الأخرى. وبغض النظر عن الأنواع، فإن السلاحف قد تكون هي الأخطر على الإطلاق، وهذا عند تعرضها إلى تهديدات أو مخاطر. ما مدى قوة قوقعة السلحفات؟ قد تمتلك السلحفاة قشرة صلبة يمكنها تحمل وزنها 100 مرة، ولكن هذا لا يعني أن 100 كيلوغرامات إذا ضربت بها لا يعني أنها لا تتأذى هذه القشرة الصلبة. فعلى الرغم من أن هذه الصدفة قد توفر لها حماية كبيرة للغاية، إلا أنها قد تعض بقوة كبيرة لحماية نفسها إذا لزم الأمر. هذا بشكل خاص في السلاحف البرية، إلا أن السلاحف الكبيرة قد تسبب لدغاتها أضرار جسيمة. إنها زواحف ذات أصداف صلبة تحميهم من الحيوانات المفترسة. إنهم الأقدم بين الزواحف وأكثرهم بدائية، وقد تطورت منذ آلاف السنين. قد تقضي السلاحف معظم حياتها في الماء بأقدامها أو بزعانف تساعدها على الغوص والسباحة بمهارة عالية. وعلى وجه الخصوص فإن السلاحف الصغيرة هي الأكثر شراهة في الطعام، فهي تعزز نفسها لتنمو سريعا. وأما السلاحف الكبيرة فهي تفضل البحث عن الطعام العاشب من خلال ملاحقة الطيور وعضها، ومن الممكن تجاوز هذا بجعل البط فريسة للسلحفاة. وفي إحدى المحميات الطبيعية قد شهدها سلحفاة عملاقة تلتهم بطة كبيرة وتأكلها كاملة. وفي مشهد آخر سلحفاة عملاقة تهاجم طائر صغير. قد يظن البعض أن سلحفاة هي عاشبة صارمة، لكن هذا الفيديو يوضح مدى تغيير السلحفاة عن كونها عاشبة إلى آكلة اللحم إذا اضطرت لذلك. وأما عن الصدمة الكبرى، سلحفاة عملاقة تهاجم أفعى وتلتقطها دون جدوى من الأفعى، فالسلحفاة قبضت بفكيها على ركبة الأفعى مما جعلها ضحية لهذه السلحفات. إن النظم البيئية قد تتغير من وقت إلى آخر، فقد كانت السلحفات عاشبة في يوم من الأيام، أما الآن فقد تنضم إلى فريق الحيوانات المفترسة. إن الثعبان يريد أن يلحق بالبيت قبل أن يفقس ويخرج منه حيوان أصبح مفترسا، وليكون الثعبان الضحية. وفي النهاية لا تتغير أنت، وكن كما أنت إنسان.